سي مصطفى البليوي كنشوفوا ان الحاله الوبائيه اللي كيمر بها كاس افريقيا حاله وبائيه صعيبه، وحنا ناخذوا لوكا ديال المنتخب الوطني، مدى تاثير اصابات فيروس كورونا اللاعبين، وخاصه الحاله ديال بدر بانو اللي كثر القيل والقال ان تقدر تنهي ليه المسار الكروي ديالو. وتنظن بان هاد النسخه بالضبط لين العدو الاول للفرق الوطنيه هو 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 هاد كوفيد 19 وهاد ميكرون هذا اللي توا يعني المتحور اللي كينتشر بسرعه واللي هو فتاك حتى هو، واللي خلى ان هاد الكاس هادي كطرح الاسئله واش تجرى ولا ما تجراش، اولا واش غيتلات زوج غتكمل ولا ما غتكملش. وكنظن بان اللاعبين دابا تقريبا واحد عدد كبير من اللاعبين في كاس افريقيا تصابوا، وكنظن بانه يعني بالنسبه للفريق الوطني راك شتي الحالات اللي دازوا رجعوا بعض اللاعبين، ولكن للاسف اللاعب ديالنا بدر بانون ما وصلش انه يسترجع اللياقه ديالو البدنيه. باكثر من ذلك كنظن بانه كانت تخوفات على انه تقاس في العضلات ديال القلب ديالو او لا من هذا النوع، وكنظن بان لي فيروس بالفعل تيقيسوا العضله ديال القلب شي لا غير لا غريب، لا غريب الفيروس ديالها صعيب جدا وكيكون يقيس العضله ديال القلب، ويمكن انه يؤدي لحالات لا قدر الله الوفاه اثناء الجري. ولهذا كنظن بان اللاعب ديالنا بانو ما عندناش واحد التشخيص دقيق على الحاله الصحيه ديالو، ولكن تنظن بان اللي بيان بري اون شارج بار الناس ديال 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 المنتخب الوطني اولا، وعاد الالتحاق ديالو بالفريق ديالو الاهلي كنظن بانه غيتخدى بالعنايه الكبيره باش يرجع للمستوى العالي ديالو جدا ان شاء الله. وتنظن بان لاعب بحال بانون تنتمنى ان نزيدو نشوفوه مازال ان شاء الله في المستقبل، لانه لاعب كبير وواعد وعنده امكانيات كبيره وغادي يفيد الفريق الوطني والفرق اللي غادي ينتمي ليها.